قوي المشاهد اللي احنا شايفينها دي والاستعدادات لاستقبال بطلة الكاراتيه الأولمبية الأهلاوية جيانا فاروق، يعني حاجة أعتقد جميلة التجهيزات اللي حصلت دي على طول، والتكريم المعنوي الجميل اللي احنا طبعا شايفينه ده طبعا بيفرق كتير جدا جدا. برضو حاجات أو مشاهد مش هقول غير مسبوقة، لكن غير مسبوقة بهذا الشكل، فدي حاجات كلها أعتقد بتجيب فرحة لكل المصريين، لا بقى أهلاوي ولا زملكاوي ولا أي نادي آخر، احنا كلنا كمصريين أكيد فخورين بأن في شخص راح رفع اسم مصر، فدي حاجة مشرفة جدا حقيقي. وبرضه هي نفسها جيانا أول ما تطلع وتخطو خطواتها الأولى بره المطار، لما تلاقي الشكل ده والأتوبيس المكشوف فيها واستقبال حافل، لا وكمان فيها 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 مش عارف اقولها لك ازاي، حطي نفسك انت مكانها. وبعدين أصلاً النادي اللي هي اتربت فيه بالظبط مقدرها بالظبط، يعني حاجه محترمه قوي، حاجه جميله جدا. الحقيقه هي جيانا تستحق دوت، وتستحق كمان اكتر من كده. البنت دي حضرتك مهما تصورتي حجم المعاناه اللي هي عانتها وحجم الجهد اللي بذلته هي وكمان واسرتها، يعني كمان عايز اوجه من هنا كمان سعادتك كل التحيه والتقدير لاسره بطله جيانا. فعلا الاب والام دايما بيقول كده، الاب والام دول اكتر ناس بتتعامل مع اولادها طبعا، يتواصل يعني ابطال خلف الشاشات زي ما بيتقال عليهم بالضبط. يعني انا عارف والدي جيانا دي كانت بتروح مع جيانا التمرين، انا فاكر كده الساعه 2-3 الفجر عشان جيانا تتمرن وتخش تنام وتصحى 7 الصبح عشان عندها تمرين تاني. الناس دي يعني فعلا بوجه لها من هنا كل التحيه والتقدير للاستاذ محمد فاروق والمدام على الجهد اللي بذلوه مع البنت دي. وعلى فكره في بطل تاني اسمه احمد فاروق اخوها، كان بطل عالم برضه في 2011 ما شاء الله، بس احمد للاسف تعرض لاصابه في 2012. لو اعتقد ان احمد كان موجود كان النهارده من كرم الاثنين ده اللايف اللي احنا شايفينه. يعني دي لقطات حيه حاليا بنشوفها مع حضراتكم، دلوقتي احنا بننقل لحظه بلحظه، دي لقطات حيه ووصول جيانا فاروق لارض مصر واستقبال النادي الاهلي ليها، ومعانا مراسلنا فاروق صلاح دلوقتي في هذا اللقاء. انا ما كنتش متخيله اني اجي الاقي الناس دي كلها واقفه عشان تستقبلني، وكل اللي عايزه اقوله ان لو كان ربنا كرمني ميداليه فهو عشان كل الناس اللي وقفت جنبي، كل الناس اللي دعت لي، وانا بشكر كل الناس وبشكر مجهودكم ان انتوا جيتوا لحد هنا في السبيل. شعورك ايه بعد ما خدت الميداليه؟ انا طبعا كان حلم عمري ان الكاراتيه اصلا يبقى لعبه اولمبيه ويخش اولمبياد، كان نفسي طول عمري ان انا اقدر ان انا احقق ميداليه اولمبيه، فالحمد لله ان ربنا كرمني بيها الحمد لله. انا كلمه للاب والقائد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قال دعم شامل وكامل، وكان في قمه سعادته بحصول هذا الكم من الميداليات، وجيانا واحده من الذين تقلدوا هذه الميداليه. حابة طبعا ان انا اشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لينا وعلى دعم الرياضيين وعلى دعمه للشباب بصفة عامة، يعني هو دايما بيحرص على ان الشباب يبقوا موجودين في اي حاجة هو بيقوم باعدادها او بحضورها، فطبعا حابة ان انا اشكره وبهديله الميدالية دي وبهديها ل 100 مليون مصري. بيتك النادي الاهلي، بيتك النادي الاهلي، تقولي ايه للنادي الاهلي؟ الف شكر للنادي الاهلي على كل حاجة بجد.